بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الإخوة الأفاضل. تمت قبل لحظات انطلاقة أول أشواط الإنتاج والمنتجين. نعم أيها الإخوة، هذا هو شوطنا الأول للإنتاج لهذه الفئة، فئة البكار، لهذا السنسن اللقاية لأشواطنا العامة. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق والنجاح. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مع المركز الأول ومقدمة هذا الشوط. من تحتل المركز الأول هذه حبوبة عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفه الهاجري، من يتواجد مع حبوبة. حبوبة هي من تقود هذا المسار. ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني، تتواجد بشاير لعبد الله بن حمد بن ناصر بن جمعان، من يأتي ويحتل المركز الثاني. ننتقل للمركز الثالث، المركز الثالث تتقدم نوف سعد بن راشد بن سعد النابت المري. ننتقل للمركز الرابع، ومن تتواجد على المركز الرابع نهابة حمد بن سالم بن علي بن جهويل. أما المركز الخامس فالوصول والتقدم على المركز الخامس القفيلة، من تأتي وتحتل المركز الخامس تعود ملكيتها لمسفر بن علي بن مسفر بن سفران. هذه هي نتيجتنا للمراكز الخمسة المتقدمة في أول نداء، في أول نداء لهذه المراكز الخمسة المتقدمة. 3 كيلومترات يتبقى لنا مسافتنا المغررة في هذا المحلي التاسع، هي الخمسة كيلومترات. متمنين للجميع التوفيق. نعود إلى شعار بن نايفة، من أبدع وأمتع جمهوره. نعم هذا الشعار في هذا الموسم وخاصة في الإنتاج والمنتجين. الله بن نايفة بن نايفة بن نايفة بن نايفة مع المركز الأول، واسمها حبوبة. حبوبة بن نايفة مع المركز الأول، حبوبة مع المقدمة والصدارة. عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري، من تتواجد مع مقدمة هذا الشوط. شعار بن نايفة، من أمتع أيها الإخوة في أشواط الإنتاج والمنتجين، أبدع وأمتع كل المحبين. نعم أيها الإخوة الأفاضل، من بداية هذا الموسم وحتى أيضا أيها الإخوة في هذا اليوم وفي رصيدها سيارة. نعم في شوط الإنتاج والمنتجين، نعم حبوبة في رصيدها سيارة. يا منافسين، يا من يريد أيضا منافسة حبوبة، هذه حبوبة. والله حبوبة 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 لديها محبين كثير أيضا، أكثر وأكثر. نعم أيها الإخوة لهذا الشعار، ولكن شوف التغيير وشوف الدخول، الدخول من الشاهينية أو سيارتين. نعم سيارتين في رصيد حبوبة. يا سلام، قلت لكم شعار بن نايفة، شعار بن نايفة حضر في هذا الإنتاج وفي أشواط الإنتاج، لأنه يمتلك من الندر، يمتلك من سلالة ومن خيرة السلالات. نعم هذا هو الشعار، شعار بن نايفة. ولكن شوف الدخول، شوف الدخول، الدخول والتغيير من الجانب الأيمن الشاهينية. مشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود، أبو شريدة، أبو شريدة، اشرد يا أبو شريدة، روح يا أبو شريدة. يا سلام، أغير أبو شريدة مع المركز الأول. ولكن شعار بن مقارح من الجانب الأيمن، الظبي لراشد بن بخيت بن علي بن مقارح المطوع، المطوع المطوع المطوع، أيضا من خيرة الشباب المنتجين. يا سلام، ولكن عاد بن نايفة مع حبوبة. حبوبة بن نايفة في رصيدها سيارتين في هذا الموسم، وتبحث عن هذه النقطة ضمن نقاطها أيضا المميزة والحافلة في هذا الموسم. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا الدخول، شوفوا الدخول أيضا في هذه اللحظات. من تدخلت هذه حشيمة راشد بن عميد بن راشد بن عمير النعيمي، من يتواجد وأيضا يغير من الجانب الأيمن إلى المركز الثالث والمركز الرابع. الرابع شوفوا من تدخلت، هذه الظبي سالم بن صالح بن حمد النابت المري، من تتدخل إلى المركز الرابع. يا سلام،
نعود وإياكم إلى بوشريدة. بوشريدة مع أشواط الإنتاج، مع أشواط الإنتاج. الشوط الأول يا عرب غير حساس يا أهل الهجن، حساس مثل ما قال هذا الشاعر. وهذا هو شوط الإنتاج، شوط الإنتاج والمنتجين يا بوشريدة. شوط المنتجين، ناموسه ناموسين، ناموس الشوط الأول وهذا أيضا وناموس الإنتاج. ولكن الخطورة بانت، بانت الخطورة من حشيم، من حشمة، حشمة 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 حشمة. ولكن الشاهينية، الشاهينية صامدة، الشاهينية صامدة. صمود الجبال السود مع المركز الأول، معك يا بوشريدة، اشرد يا بوشريدة. هنا هنا أيضا بوشريدة مع الشاهينية، مع مشعل بن جر الله بن سالم بوشريدة المري. ولكن الخطورة من حشمة، حشمة لراشد بن عمير النعيمي. حشمة أيضا تبحث عن الناموس، حشمة تريد المكان الحشيم. اللحظات الأخيرة ولكن شرد أبو شريدة، شرد للناموس أبو شريدة. الله أسعد الله صباحك يا أبو شريدة، أسعد الله جميع أوقاتك بهذا الناموس الأول في الشوط الأول للإنتاج. أسعد الله صباحك وبنقول سلام أبو شريدة، سلام سلام شاهينية أبو شريدة، سلام سلامنا وتحياتنا. أسعد الله صباحك يا أبو شريدة على هذا الناموس المستحق. لحظة وصول الشاهينية إلى خط النهاية المركز الثاني. الظبي لسالم بن صالح بن حمد النابت المركز الثالث، وصلت في حشمة لراشد بن عمير النعيمي. أما المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع براقة لمحمد بن جابر بن محسن الجربوعي. أما المركز الخامس، وصلت الظبي لراشد بن بخيت بن مقارح المري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام. شاهينية بوشريدة هي من حققت هذا الناموس في أول أشواط الإنتاج للبكار. قاطعة المسافة في زمن وغدرة 7 دقائق 37 ثانية، 64 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس مرة أخرى إلى مالك الشاهينية مشعل بن جر الله بن سالم وبوشريدة على هذا الناموس المستحق المركز الثاني. 7 دقائق 39 ثانية، 12 جزءا من الثانية. هذا هو توقيت الظبي. تهانينا لسالم بن صالح بن حمد النابت المري. أما المركز الثالث، 7 دقائق 39 ثانية، 43 جزءا من الثانية. هذا هو توقيت حشمة. تهانينا والناموس لراشد بن عمير النعيمي. تهانينا والناموس.